الهمة عن الرئوية الشخصية، أنا أسميه الشخصية المرئوية. شو الشخصية المرئوية؟ المرأة مين؟ وين شكل المرأة؟ المرأة نفسها مش إضافة، ملهاش. المرأة تعكس الأشكال الأخرى كلها، عندما توجهها تعكس لك إيه؟ الشكل الذي بالإزاء. لكن وين شكل المرأة في ذاتها؟ مستحيل أن ترى، لا يمكن. المرأة لا يمكن في بعض الشخصيات هكذا. طب رأيك أنت إيه؟ وجهة موقف ما عندوش. فلان يقول بالأمس، يقول يا أخي حسن واستحسنت جدا، إلا أنا ما عرفت أقتنع، وكنا نعلق على العالم الفاضل يعني. وأنا كنت بصدد مدحي حقيقة، والتنويه لي لابد حتى يكون المدح باعتبار والنقد باعتبار والكل بالنية والقصد. أمور تحتاج إلى أي تقدير يعني، يختلف ربما من شخص لشخص باعتبار. قال لي الأخ حسن الله يرحمه، قال لي قرأت الكتاب الفلاني ولست أقتنع بهذه الطبيعة. قلت ماذا؟ قال يعني أنت تقول لي قال الشاطبي وقال فلان وقال عني أنت هذا ليس لك أي، ليس جوه التأييد والتصنيف. فقط تقول له وصلت أحسن منها. نعم مش هكذا كنت كويس. لابد أن تعتمد لي وأن تقف على أكتاف العمل كالشاطبي وفلان صحيحة، لكن هذا النقاط ما موقفك أنت؟ على ماذا تحصل؟ إلى ماذا خلصت؟ أريد رأيك أنا. لو أردت الشاطبي أنت في الأخير يعني اعمل لي دليل إرشاديا بالكرافي وقول لي في الموضوع الفلاني عود إلى كذا وخلص، لا تخطئ صحيح. وتستطيع بكتاب واحد أن تزودني بدليل بيبوغرافي في 50,000 موضوع، أنت مشكلة أحسن ممتاز. أعجبني أن لدي هذا الطريق في التفكير البحث العلمي، وهذا حتى البحث العلمي لابد أن تربط شخصية إيش؟ الباحث. يعني هناك علماء في العصر الآن يا أخواني مؤلفات ما شاء الله عشرات مجلدات، ولكن لو سألت إخوانهم العلماء وقد فعلنا مرة يعني من رتبتهم وفي سنهم يقول لك مع احترامنا لأخينا من العلامة فلان كذا، إلا أنه جماعة هو إجماع فقط يعيد إنتاج القديم بلغة عصرية فقط. طب أين رأيك؟ ما هنجرى؟ أين اجتهاداتك؟ ما هنجرى؟ لا يخرج عن إيه؟ عن النص كما يقولون في اللغة المصرحية، في نص فقهي مدون انتهى لا يخرج عنه. هذا من ناحية التربية العلمية فاشل. وعلامة كبيرة و500 بحث ودراسة وكتاب عدل 500 عدد الآن تخيل فاشل، والأمة لن تنتفع به كثيرا حقيقة بعد ذلك. وسوف إيه يعني يطول زمان هذا التراث للأسف الذي سرق حياته. وفي خطوط بسيطة جدا يكتبها بعض العلماء 100 صفحة 150 صفحة تعيش 1000 سنة أو 2000 سنة. ابن رشد كان كتب الكتيب البسيط فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال، هذا لم يفنى. في رؤية جديدة، في ابتكار لثنائية الحقيقة، شيء مش عادي. خلاص أقول ألبرت أينشتاين لما أعطوه الدكتوراه رسالته في الفوتو إفكتس الظواهر الكهربائية، كم كانت رسالته؟ 10 صفحات 10 صفحات يحكي مش تجميع وتعمل موسوعة من فيزا، إضافات حقيقية. هذا النجاح العلمي، هذا نجاح التربية العلمية التكوينية، كذلك في الميادين الأخرى، حتى النجاح الأخلاقي يا إخوان. ونحن طبعاً إذا ذكرنا التربية للأسف أيضاً نكاد نبتزل مفهوم التربية والنجاح التربوي في الناحية الخلقية، وفي رأس الناحية هذه كما قلت السمع والطاعة. كل ولد مؤثر يبصم ما يخالفش ما يثيرش فيه شغف. حتى أنا أستخدم هذا الاصطلاح وأحياناً أنتقد نفسي أنه أحياناً نميل إلى إيه؟ إلى أن نصف الجدال والمحاجة والمساجدة إيه بالتشغيل. يشغل يا أخي لماذا يشغلون طيب؟ يجادلون يحاجوا يتساجروا، لماذا تشغيل؟ هو مفهوم الطاعة الآن مستبطن صح؟ مفهوم الطاعة مستبطن في مصطلح التشغيل، يشغل مشاغب ولا مشاغب. يخبرون هذه الفكرة أيضا، فهو الحق هي أن يولد وأن يعترض، لكن هذا على كل حال. فهذا الغسل لابد أن نعيد إليه الاعتبار. حتقول لماذا يترتب على هذا؟ أشياء كثيرة، أشياء كثيرة ينبغي ألا نشفي وألا نفسع. إذا حين نبدأ نكون مسلمين أولادنا وبناتنا أبنائنا وبناتنا يعني النزول إلى الاستقامة.